السنترال باناسونيك 824 بيبقى مهم جدا بالنسبة لي ان انا يبقى عندي باك اب فايل للداتا اللي انا عملتها عند العميل، عشان لو حصل اي حد غير الباسورد لاي سبب من الاسباب وحصل اي دامج عند العميل اقدر ارجع الداتا بتاعت البرنامج. طيب احنا يعني هنفتح اي شاشة عادي كده، هنا مثلا الباسورد باي ديفولت 1 2 3 4، احنا نخليه 1 2 3 4 5 6 كنوع من التغيير. والاوبريتور باي ديفولت جاك 01، احنا هنوديه على جاك 24 وهنسيف عن طريق ابلاي الداتا دي. اوكي، عايزين بقى نسيف الفايل ده بعد ما عملنا له بعض التعديلات او بعد ما خلصنا شغل مثلا عند العميل، فبنختار ان احنا الفايل يترانسفيرد من البي بي اكس للبي سي، وبختار له مكان وليكن على الديسك توب مثلا، وبسميه اي اسم انا عايزه، اسم العميل او كذا، وبعمل سيف. بيبدا يسيف داتا الخاصه بالبرنامج بتاع السنترال ده او العميل ده. ننتظر طبعا لما يتم التحميل بالكامل. كده تم داونلود سكسسفلي كومبليتد. اوكي، طيب انا هفترض ان حصلت مشكلة عند العميل مثلا، واضطرينا ان احنا نمسح البرنامج نرجعه على الديفولت. بعد ما رجع سنترال على الديفولت هعمل ريكونكت مع سنترال 1 2 3 4، طبعا الديفولت باسورد. اوكي، انا كده جوه السنترال، وطبعا بيبدأ شاشة الكويك ستوب لازم طبعا لان انا رجعت على الديفولت. كده البرنامج على الديفولت. طبعا عايز احمل الداتا بتاعت العميل تاني اللي كانت عنده فايل ترانسفير من البي سي للبي بي اكس. بختار مكانه، كان على الديسك توب، وكان رقمه 1 2 3 4. اوكي، بيبدا يعمل ابلود للفايل اللي انا كنت عامل له سيفنج قبل كده، وهننتظر لما يخلص الابلود. كده انتهى الابلود، وعشان اتاكد ان الفايل اترفع مظبوط انا هدخل على المين، هلاقي الباسورد من 1 ل 6 تمام، والاوبريتور انا كنت محوله او مختاره على جاك 24، فعلا الديفولت داتا بتاعت البرنامج رجعت تمام.